هذه التراجم عند اليونان، اليونان أخذوها من مين أو تأثروا من مين؟ من عندنا. فأنت تجد مثلا واحد زي البيروني يقول لك إيه؟ الهند تتحرك، الهند شبه القارة الهندية دي بتتحرك. فأنت تقول يا بيروني فلتت منك دي. فأنا أقول لك لا، الهند تتحرك وإلى الآن بتتحرك كأرض، دي الدراسة لطبقات الأرض وتضاريسها ودراسة جيولوجية على أعلى مستوى تثبت أن الأرض تتحرك، الشرائح التكوينية بتتحرك. تمام، ده البيروني بتتكلم في الألف ميلاديا. وتستغرب أكتر لما يقول لك، لما تتعمل دراسات النهاردة فتؤكد على ما جاء بيروني من ألف عام. عشان كده لما تروح تقرأ في الغرب تسمع ماستر على بارون، لما يجوا يندهوا على البيروني في العلم بتاعهم وهم بيناقشوه ما يقولش البيروني زي وانا وانت كده عاملين نقول البيروني، لا ينادوله ماستر السيد على بارون، ما بيعرفوش يجيبوا البيروني فيسموه على بارون. العلم يعني هنا دي فكره التسمين، لكن النهارده تدي العالم قيمته. فالراجل لما يشتغل ويحس انه بيبذل مجهود او في نتائج بتتحقق، يبقى في ذات التوقيت فكره التقدير الادبي موجوده او غير موجوده. جمله هتخلي المفروض ان اي حد يسمع الجمله اللي انا هقولها دلوقتي ده يقعد يفكر. البيروني له جملة عجيبة جدا، بيقول لك أن خلف بحر الظلمات يوجد أرض يابسة. بص الجملة دي، الجملة دي بتهز أي أكاديمية تتقال فيها. ليه؟ احنا بنتكلم في التسعميات ألف ميلادية، هذا الرجل يقول خلف بحر الظلمات. وبحر الظلمات احنا ايه اللي نعرفه عن بحر الظلمات؟ المسرحية، أنت في بحر الظلمات يروح الناس ضحكة. بحر الظلمات كلمة ولفظ صحيح في اللغة العربية ولفظ جغرافي صحيح جدا، وبحر الظلمات هو المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي كان نعم كان علماء المسلمين يطلقوا عليه، علماء الجغرافيا زمان كانوا يطلقوا عليه بحر الظلمات، لأن خلاص مفيش حاجة بعديه، ضلمة. كويس كده؟ عندما يصعد هذا الرجل ويقول البيروني أبو الريحان ويقول أن هناك أرض يابسة خلف المحيط الأطلنطي، إذن البيروني هو أول من قال بأن هناك أمريكتين. تمام. يتكلم هذا الرجل في الحفريات، يعني الرجل ده درس ديناصورات، هذا البيرون. انا ليه ابتديت بيه؟ ابتديت بيه لان هي دي الشخصيه الموسوعيه اللي هي لا ما بقاش انا بتكلم في اوكي بالظبط كده. هرجع اقول لك بقى بالنسبه للحاكم، علاقه الحاكم بالعالم، ودي مهمه قوي قوي، ودي رساله اخرى للحكام. اصل انت بترسي إن مبادئ استاذ بسام، يعني يا اما ترسيها من البدايه فالناس تقدر تشتغل وهي مطمئنه ان المستقبل في هذه البلد ليس فقط للفنان وليس فقط للاعب الكره وليس فقط لمن يجني الاموال الكثيره، ولكن ايضا العالم اللي بيشتغل النهارده وبيبذل مجهود عشان يفيد بلده 30 40 50 سنه قدام، يحس ان في تقدير ليه بس فيشتغل. الشريف الادريسي ابن بطوط، الشريف الإدريسي ابتدى وعنده 16 سنة، يعني كان لسه في البدايات خالص لما الشريف الإدريسي هذا الجغرافي الرهيب اللي علم الدنيا كلها، وهقول لك اخترع ايه اللي احنا لغاية دلوقتي بنستخدمه. الشريف الإدريسي وصل لجنوب فرنسا وجنوب بريطانيا وهو كان لسه في الستشارات وطالع، يعني لسه راجل مراهق. فيطلع الشريف الإدريسي يذاكر بقى الجغرافيا كلها ويرسم خريطة للعالم. كويس؟ مين يسمع عن إنجازاته؟ الملك روجر الثاني اللي هو الملك الأوجيري زي ما كان المسلمين بيسموه. فيطلبوا عنده، ده بتاع البحر المتوسط بقى وبتاع الصقليه وبتاع الناس اللي هي الثقيله، والراجل ده كان جغرافيا ذات نفسه، يعني الملك ذات نفسه كان مذاكر جغرافيا، درس وقعد 10 15 سنه وهو كان بيرسم خرايط، قال له تعالى. فاذا انت بتتكلم على ملك راجل اكاديمي، راجل اكاديمي، برافو عليك، هي دي الكلمه اكاديمي فعلا. فقال له تعالى انا هديك فضه، اعمل لي كره ارضيه من الفضه دي. وكانت اول جلوب اللي احنا بنطلق عليها جلوب دلوقتي، ان انت بتحطها على مكتبك وتقعد تعمل فيها كده دي. تمام. كويس كده. اول واحد اخترع هذا بالبارز وبالخرائط، وقيل ان العلماء المسلمين كانوا يرسموا خرائط العالم عليه وادناه، يعني ممكن يرسم اللي فوق الارض ويرسم لك اللي تحت البحر وتحت الارض كمان. فانت بتتكلم على واحد بيرسم لك اخدوها الالمان من غير مسح جيولوجي ومن غير ما يبقى عندك اقمار صناعيه ومن غير كل التقنيات الحديثه، هو قدر يسبق بمراحل. وفعلا وتفضل فضه من الشريف الادريسي وراح رجعه للملك، قال له دي الفضه اللي فضلت مننا من الشغل، قال له الفضه ديت لك، وجزل له العطاء بقى وقال له تقعد هنا ومش عارف ايه وبتاع، كان نوع التقدير. ابن بطوطه احنا بنتكلم ماركو بولو، كل حاجه يقول لك ماركو بولو، ماجلان، الناس اللي اكتشفت العالم، كريستوفر كولومبس، الناس اللي اكتشفت العالم. طيب ماذا، ما قولك في ان لما واحد زي ابن بطوطه يطلع من المغرب يقعد 29 سنه بره بلده يذاكر في العالم ويعمل 3 مرات رحلات اكتر من ماركو بولو؟ ماركو بولو مين اللي بيديله بقى؟ ملوك بقى مش عارف البرتغال وبتاع ومراكب ومش مراكب وتمويل. الراجل ده مع نفسه، لأنه بطوطة ده مع نفسه، البغال والجمال والحمير، أدي المواصلات بتاعته.
يوصل ويكتب ويكتب الجيرني او الرحله. من كام سنه ابن بطوطه يتحط على الكفر الغلاف بتاع التايمز احتفالا، التايمز اكبر مجله في العالم مبيعا واهتماما وسياسا وبتاع، يحطوا على الغلاف بتاعهم ابن بطوطه هكذا. طب استاذ بسام يعني خليني اقول لك على نقطه مهمه جدا، وهو مدى التفاتنا لعلمائنا المسلمين. يعني انت شايف ان علماء المسلمين في البلاد العربيه ايوه واخدين حقهم كامل من حيث القاء الضوء عليهم وعلى اعمالهم والاحتفاء بذكرياتهم، وبقول يا ريت يا ريت انا في دقيقه اقلدهم، انا ما عنديش مشكله، ما احنا قلنا اهو في ناس بتستفيد من الناس. ويليام هارفي سرق ابن النفيس وما قالش ان هو اخذ ابن النفيس بالرسومات وبالمخطوطات بكل اول من تعامل مع الدوره الدمويه الصغرى دي معروفه، دي الدنيا كلها ابن النفيس ابن النفيس بالعربي وبالانجليزي. ويليام هارفي بعد كام سنه راح واخدها وما رجعش وقال فبانت السرقه، رغم ان ويليام هارفي تقيل، يعني ويليام هارفي ده دكتور تقيل مش يعني له اكتشافات. عايز اقول لك ان في الدول العربيه وفي مول ابن بطوطه، حضرتك لما تخش المول بتاع ابن بطوطه ها تلاقي ايه جوه؟ تلاقي ساعه الفيل اللي هي الساعه الاوتوماتيكيه العبقريه للعبقري الجزري، والجزري ده عالم مسلم له اكثر من 50 اختراع، منها الساعه المائيه ومنها ساعه الفيل ومنها الروبوت. ايوه الروبوت، الانسان الالي المتحرك يضع المياه ويجعلك تتوضا ويطلع لك فوطه ويعمل لك مرايه ويتحرك، كان الجزري. بنتكلم في الألفوميات في الدولة الأيوبية. إيه اللي مطلوب مننا أستاذ بسام لإحياء ذكرى علمائنا المسلمين؟ إيه اللي مطلوب مننا عشان نديهم حق قدرهم؟ إيه اللي مطلوب مننا عشان ننقل خبراتهم ويستفيد بها شبابنا؟ إيه اللي مطلوب بالضبط ومعايا سريعا؟ نمرة واحد، وضع هذه الأسماء بطريقة مثيرة وبطريقة فيها الطرفة وبطريقة سهلة للطلبة ومن عندك سبع سنين وبعناصر جذب جدا. هات لي رفايدة أول ممرضة في التاريخ، هات لي فاطمة الفهري أول من أنشأت جامعة في التاريخ 800 أمريكا، أول واحدة ست تقف تدرس كان في 1800 يعني 1000 سنة بعد المسلمين، هات لي ستيتة المحاملي، هات لي مريم العجلية بتاعت الاسترلاب، هات لي الشخصيات دي وحطها لي كده هو وقول لي دي بطريقة لذيذة. لما أجي أقول لك 1633 في واحد تركي طلع على صاروخ ببارود وانطلق في السماء بصاروخ، اول روكت مان كده هو طلع بالصاروخ كده وراح نازل تاني وزي الفل، ده واحد تركي مشهور جدا ها من عيلة شلبي. فاذا انت الكلام ده فيتحط الكلام ده كله في بوتقة لطيفة بحيث ان انا ما هربش من الاسماء دي، لان انا عارف اللي بيحصل ايه. اللي بيحصل انا بجيب الشاب من دول او الشاب من دول اللي هم ايه، هكلمك على الخوارزمي يقول لي لا انت ابن سينا، اقول له تعالى لما اقول لك ان ناسا حطت اسمائهم على القمر، يعني الباتاجنوس اللي هو البتاني الفلكي المشهور اسمه على سطح القمر، جابوا حته من القمر وسموها الباتاجنوس اللي هو البتان. تخيلوا حضراتكم دول علماء المسلمين ودول جهابذة الإسلام، المفترض ان هم ياخدوا حقهم كاملا، المفترض ان تنقل الخبرات وما تركوه لنا من إرث الى شبابنا من العلماء، من المفترض ان يكون هناك اهتمام بذكراهم، المفترض ان احنا اللي نبجلهم واحنا اللي نكبرهم واحنا اللي نحكي عنهم واحنا اللي نسرد الحقيقة تاريخهم، مش يجي لنا ده برضو مستورد من الخارج. الخارج يهتم بعلمائنا المسلمين، فماذا عنا نحن كعرب؟ أنا بشكر أستاذ بسام الشماع بأسلوبه الممتع كالعادة، عشان كده هو بيقول لما تعوزوا توصلوا رسالة وصلوها بأسلوب بسيط وبأسلوب ممتع عشان الشباب يسمع عشان الشباب يستفيد. أشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ويسعد صباحك. مشاهدينا إلى الفاصل ونرجع نكمل معكم مرة تانية، الفقرة اللي جاية هتكون مع سارة الهلالي.